مساء الخير. كان في واحد طلع من كام يوم كده بيقول ان التلج حلو والتلج لطيف، وان هو يعني طلع بنص كم، يعني بيقول يعني ان الجو لطيف زي ما انا بتعودت في يعني، بس هو مسألة تعود يعني. الشاب ده كذاب طبعا يعني. التلج ينفع تقف فيه بالنص طبعا يعني، لو لسه طالع من البيت 3 4 دقايق 5 دقايق ربع ساعة بالكتير، انت قدام البيت مفيش هوا مفيش رياح. فأتمنى أبلغ الشاب ده رسالة ان في شباب بتسمع كلامك وبتطلع من فيلا روس تروح بولند، فهم فاكرين ان الجو حلو واللي طالع بنص واللي لابس جاكيت جايبه من جاكيت خفيف يعني، فالشباب دي بتموت. انت عايز تطلع تبقى حلو ودمك خفيف وترند وبتاع وانت بطل، لكن يعني الناس تعمل ايه مثلا في درجة حرارة ناقص 15 وناقص 20؟ هيتجمدوا؟ ما فيهاش تعود، هيموت هو ولا غيره ولا حتى صاحب البلد نفسه. مساء الخير.